طبعا النهارده يوم احتفال الجمعيه العموميه لمصر، مش بس التصويت على اللائحه اللي تم اعدادها من قبل الجمعيه العموميه. نظرا للاحتفال المحترم اللي شكله النهارده، هو تبعيته لاستمرار نتائج المحترمه للنادي المصري ووصوله لنهائي الكاس والمركز المتقدم في الدوري المصري. اعتقد ان بالشكل دوت والاداء اللي مصر عامله بالاستمرار ده، هو ده اللي عمل الاحتفاليه في تصويت الجمعيه العموميه النهارده. واتمنى ان تستمر هذه الاجواء بفوز النادي المصري بكاس مصر واستمرار نتائج الجيده سواء في الدوري او الكاس. اعتقد ان الفرحه اللي بتشهدها بورسعيد دلوقتي هي سببها النادي المصري ونتائج النادي المصري. كعاد بورسعيد هي بتحتفل مع النادي المصري، بتحزن مع النادي المصري، هي دي بورسعيد، وده بيت الرياضه الاول في بورسعيد النادي المصري.